اهلا بكم البنات، اليوم جبت لكم فيديو جديد. غالات شوكولا، جربوه. عندنا المقادير: حبه بيض نضربوها، نزيدو لها كاس سكر، نزيدو لها 2 مغارف كونفيتير، مربى المشمش، نزيدو لها كاس زيت، نزيدو لها كاس حليب، وحده لافاني، نزيدو لها الفرينه بالتدريج. هنا البنات دات لي 3 كيسان فرينه، نزيدو لها وحده خماره، تحصلوا على عجين كما راكم تشوفوا ثقيل بالتشكيل الحلوه نتاعنا. نقصوا القليل من العجين، نحطوا لها مغرف كاكاو، شويه حليب ونخلطوا. نحطوا عجينة السوداء في كيس عادي، كيس المطبخ، والعجينة البيضاء في بوشادوي لتشكيل الحلوة نتاعنا. نجيبو صني، نحطو على شكل بيضاوي، كيما راكو تشوف الصورة نشكلوه. نكملو العجينة البيضاء اللي عندنا البنات. هذه غالات او بويو، هي حلوة من اصل مغربي، اقتصادية، غير من حبة بيض، خرجت لي كمية كبيرة، سهلة في خدمتها، سريعة التحضير، في 15 دقيقة وانتي خدمتيها. جربوها البنات. هنا بعد ما كنا حطينا كما راكم تشوف الصورة، نجيبوا العجينة السوداء اللي كنا حطيناها في كيس، حطوها على شكل زيكزاك، كما راكم تشوفوا. تبغي ديريها سامبل ديريها انت كيما تبغي. انا قلت نزينها بهذا الشكل. نكملوا الخطوط، نجيبو عد أسنان نديرو خطوط كما راكو تشوفو في الصورة، واحد طالع واحد هاود، مجرد تزيين. نحطوه في الفرن يطيب البنات، في الساعة يطيب، ما ياخدش وقت. هو بعد ما طاب حمرناه، طاب من تحت حمرناه من فوق. نجيبو الكونفيتير، لصقو حبة مع حبة، حتى نكملوا الكمية. البنات جربوا القهوة الصباح،
يجي خفيف رائع. ها هو الشكل النهائي البنات نتاع الجاليت او البويو، نتمنى تجربوه رائع. ما تنساوش دعموني جاموا ابوني في القناة، ومع السلامة.